مربى الكبات، مربى الكبات اللي تحمل أجمل الذكريات بالنسبة لنا. كل سنة كنا نعمل كميات كبيرة من هالمربى، لأنه كان عندنا شجرة جميلة وتحمل كل سنة أحلى الكبات ونعمل فيه ألذ مربى. حبينا اليوم نقدم لكم طريقة عمل مربى الكبات بطريقة سهلة ومفصلة لحتى تنجح معاكم أحسن وأحلى مربى كبات. هالمربى من أطيب وألذ المربات، إذا أنتم مو مجربينها من قبل وراح تعملون هالوصفة راح تدمنون عليها، لأنها لذيذة وما في أحلى من الصبح تاكلونها مع القشطة أو الزبدة والخبز الطيب. يا سلام. إحنا طبعا بسوريا نسمي الكباد، أما في دول الخليج أو أماكن ثانية فهم يسمونه الأترج. راح تقدمون هاي الوصفة كمان لضيوفكم بطريقة جميلة وتزينونه بجوز الهند وتلكونه بالفستق الحلبي، من أجمل الضيافات للضيوف، وكمان راح يكون شكله جميل ويذوب نفس راحة الحلقوم. خليكم مع مطبخ بهاء وفوفة لحتى تشوفون طريقة عمل هالوصفة اللذيذة، هالمربى الرائعة ومقاديرها. خليكم مع مطبخ بهاء وفوفة لحتى نشوف المقادير. لمقادير الوصفة لليوم بدنا الكل حبتين كباد كبار كيلو سكر، الكل كيلو سكر بدنا كوبين مي ونضاعف الكمية. احنا استعملنا 4 حبات كبيرة كباد، كيلوين سكر واربعة مي وملعقة كبيرة عصير الكباد وربع ملعقة ملح ليمون. اكيد بعد ما راح نغسل الكباد راح نعمل اول شي انه راح نبشره بالمبشرة. لما راح نبشره في ناس يحبون يكون المربى الكباد شوي لذعة أو يعني نكهة هم يحبونها يفضلونها، ففيكم تخلون من القشر تبعه لحتى يعطيكم هاي اللذعة، وإذا ما أنتم حابين فطبعا شيلوا كله وبشروا، وإذا بقي منه نفس اللي شايفينه هذا فاعملوه بالسكينة. بعدها راح تعملون هاي الخطوة، وأكيد لازم تخلصون الكمية اللي عندكم. بعد ما راح تخلصون هاي الخطوة راح نقسمه أول شي بالنص، وبعدين بدنا ناخذ القشر اللي من برا والعصير نخليه على جنب. راح نفصله بهذا الشكل اللي أنتم شايفينه، وراح ناخذ صحن كبير أو يعني المتوفر عندكم قدرية نحط فيها مي ونحط فيه الكباد علشان النقع فيه مشان يروح المرار اللي فيه يوم كامل ليلة، ولازم نغير فيه المي لمن مرتين يعني أو 3 مرات لحتى يروح منه المرار. استمرنا بهاي الخطوة وطبعا راح نقشره كله. احنا عندنا هاي نحطها على المحشي كمان، راح نحطها عليه او اذا ما عندكم اياها حطوا صحن راح نحطها مشان تخليه نازل لتحت عند المي. طبعا راح نشيل الثقة لكل ما بدنا نغير المي ونرفع الكبادات ونغير المي مثل ما قلتوا لكم من مرتين ل3 مرات، والمي هذا طبعا من الحنفية عادي لأنه بدنا المرار يروح. هذا الكبات بعد يوم أول خطوة راح نرفع الكبات عن المي ونحطه بقدرية على النار كبيرة مي لحتى نسلق فيه الكباد، يعني يكون كمية المي كافية لسلق الكباد. طبعا أحسن إذا شوي ضغطتمه بإيدكم. لما حطينا المي على النار لما غلى حطينا عليه قطع الكباد
وكمان استنانا لحتى غلوا مع بعض وراح نعير لهم الوقت. راح نسلق نص سلقة بس مو سلقة كاملة، احنا اخذ معانا 20 دقيقة. ممكن انتم يعني يكون نوع الكباد اللي متوفر ببلدكم مختلف فياخذ وقت ثاني، انتم عيروا له وشوفوا. افحصوا بايدكم اذا اخذ نص سلقة ارفعوه عن النار وحطوه على جنب. لما راح نطفي عليه النار يعني هو يستحسن يكون افضل اذا انكم عصرتمه من المي اللي دخل فيه. لازم طبعا ضروري نعصره كويس وبقوة وهو حار عشان يطلع كل المي اللي بيه وما تخرب المربى. وهاي طبعا راح نعصره ونخلص كل الكمية ونعصرهم كويس من المي. وبهذا الشكل استمرينا وخلصنا كل الكمية. أثناء بعد ما خلصنا بقدرية على النار راح نعمل القطر تبعه، حطينا المي والسكر لحتى يكون جاهز ونعمل القطر. طبعا بالنسبة للقطر راح نستنى لما يذوب السكر اللي فيه وكمان يغلي لحتى نرجع فيه قطع الكباد. هاي طبعا قطع الكباد بعد ما عصرناها، وهلأ القطر صار جاهز عندنا وذاب السكر، وراح نشيل منه هذا الشوي مثل الريم ونصبيه لأنه يخرب المربى، ونضيف عليه قطع الكباد. طبعا وانتم تعملون مربى الكباد كل ما راح يطلع هاي الدراس او الريم شيلوها. وكمان مثل ما انكم شايفين لما راح تحطون الكباد بالقطر راح يبدأ مرة ثانية يتفتح ويرجع الحجم الطبيعي لانه راح يدخل فيه القطر ويصير شفاف وجميل وشهي. احنا طبعا كل ما صار فيه الريم شلناه. طبعا صراحة راح تستمتعون بهالوصفة وبصراحة لأن ريحة الكباب تاخذ العقب تتجنن جنن. شوفوا صراحة شكله شكله وبدأ يستوي وكمان صار شفاف. يا سلام، بعدها راح نجهز الخطوة الثانية. أخذنا العصير تبع الكباد، هاي طبعا الليبل تبع الكباد، راح نعصر عصيره. راح ناخذ اللب تبعه وراح نعصره، راح نستعمل منه للمربى نضيفه، وكمان راح نقدر نعصر معاه برتقال ونحط له سكر ونشرب احلى عصير. واذا انتم حابين فيكم ما تستعملون عصير الكباد وتحطون عصير ليمون لانتم كنتم حابين. وبهذا الشكل راح نعصره كويس ونشيل منه طبعا الزهور. هذا العصير راح نضيف العصير طبعا للمربى. اضفنا احنا ملعقتين ثلاثة لحتى يعني لانه يعطي للمربى طعمة لذيذة وكمان ما تشكر وهو حامض ولذيذ. طبعا راح نضيفه لما تستوي بالكامل، احنا اخذت منه نص ساعة. لما يعني بدكم تشوفون اذا الكباد استوى فراح يبان عندكم انه القطع صارت شفافة وتشهي. ذوقوها وجربوا قطعة واذا كانت مستوية فاضيفوا عليها عصير الكباد، واذا كان عندكم ربع ملعقة ملح ليمون كمان حطوها او لا تحطونها اذا مو متوفر، احنا عدنا الاثنين متوفرة. طبعا راح نخليه مع العصير 5 دقائق يغلي. احنا حطينا صحن بالفريزر ومن طلعناه فحصنا تخانة القطر مثل ما شفتم. وبعد كذا خلصنا كل شيء.
غلى 5 دقائق، وطبعا يا سلام، وصراحة عملتم أحلى مربى. خلصنا مربى الكبات، مربى الكبات اللي هي من ألذ أنواع المربيات، يا سلام صراحة شي يعذب. قطعناها ورشينا عليها جوز الهند، أو فيكم كمان تحطون عليها فستق حلبي. وصفة مربى الكباد من ألذ ما يكون، أنصحكم أنكم تجربونها إذا ما أنكم مجربينها من قبل، وتعملون أحلى مربى. وصفة لذيذة ومشهية، وطبعا صراحة من أحلى وألذ الوصفات، راح تحبونها إن شاء الله بالفيديوهات الجاية والحلقات اللي راح نعملكم إياها، راح نورجيكم إيش إحنا عملنا فيها فيكم. إحنا راح نعمل فيها معمول، تتخيلون، معمول بمربى الكباد، صراحة طعمته راح تكون أشبه بعالم الأحلام، لذيذة لذيذة. مربى الكباد من ألذ ما يكون، أتمنى أنكم تجربون هالوصفة اللذيذة والمشهية، راح يطلع عندكم كباد ومربى شفاف وطيب، وكمان طريقة مضمونة ومبسطلكم إياها وكل تفاصيلها حتى تعملون ألذ مربى. أتمنى عن جد تنال إعجابكم هاي الوصفة، ولا تنسونا من دعمكم بالإعجاب والاشتراك والمشاركة وكل شي، صراحة يعني يا سلام. لما راح نخلص من مربى الكبات راح ناخذ مرطبانات أو قطرميزات. احنا عندنا هاي القطرميزات تكون ناشفة لازم، علشان ما يكون فيها ولا نقطة مي، اي نقطة مي طبعا تعرفون تخرب المربى، فراح نحط فيها قطع الكباد نصفها بهذا الشكل، وكمان القطر تبعها الطيب نصبها بالقطرميزات وتحفظ فيها لما تسكرونها. طبعا اكيد شايفين اللون اللي جنن، الشفاف اللي شهي، صراحة اجمل الذكريات. راح تستمتعون بهالوصفة، تطبخونها وتاكلونها بحب وسعادة، ووصفة جميلة ولذيذة، ريحتها وطعمتها من ألذ الوصفات. طبعا ناكلها احنا مع الفطور مع القشطة وكمان الزبدة، ويا سلام على هالوصفة، شايفين كيف انها ثقيلة وكل قطعة شفافة وتشهي ولذيذة ومن احلى ما يكون، صراحة اتمنى تنال اعجابكم، راح تعجبكم هالوصفة، ولا تنسونا من دعمكم.